اوكي احنا راكبين دلوقتي الفراري البولو سانجوي. عايز بقى اقول لكم ايه كذا حاجه عنها كده. اولا في المطبات، بص زي العربيه دي في المطبات بمقارنه مع مثلا الدي بي اكس الاستون مارتن او الاوروس من لامبورجيني، العربيه دي لازم تخلي بالك وانت طالع بيها على المطب، لان مثلا زي ده، لان دي عربيه فراري بس يعني عالية سنة عن الأرض وفيها بابين زيادة. أما الأستون مارتن والأوروس، أما الأوروس دي RS Q8 من أودي، خلاص معروف نفس الموتور نفس الشاسيه بس مغيرين علامة أوروس ومغيرين الحاجات اللي جوه بتاع. فالعربية الأودي في المطب عادي هتاكل المطب عادي، والعربية الأستون مارتن أيا كانت العادية أو دي بأكس بتاكل المطبات عادي جدا برضو. دي لأ، يعني دي ما تحاولش انك تاكل المطب، ما ينفعش. يعني انا ساعات بكون متاخر انا بالدي بي اكس عادي بقى، يعني بمشي مثلا على 10 عادي ما بتحسش بيها، بتمتصها البتاع المساعدين. اما دي مش قوي، عربيه حساسه قوي. خلاص تاني حاجه، العربيه دي فيها نوع من الفن قوي، يعني وانت بتركبها او انت راكبها حاسس انك انت ايه. Forgive me, I didn't understand what you said. ماشي. حاسس انك انت مبسوط، تمام؟ ليه؟ لان هي العربيه على فكره دي اخف من الاورس واخف من الفرق من الاستون مارتن. العربيه خفيفه جدا، يعني العربيه بالظبط 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 عارف عامله زي ايه؟ عامله زي الاف 8 او عامله زي ال 296 بالظبط، نفس كل حاجه، نفس ال لو بتدوس بنزين كده بتحس حاجه كده هنا في بطنك. هما فيراري لما روحنا في ايطاليا قالوا لنا ان ده الهدف الرئيسي بتاعنا، في كده احساس في البطن بيجي لك لازم لما يجي لك لما تركب الفيراري، هما قالوا كده بالظبط. لما كنا في اللونش اللي هو حفل الانطلاق بتاع العربيه دي بورو سانجوي، كان في واحد عمال يعزف بالبيانو وطلعوا العربيه من وراه وقال لك ان العربيه، عربيات الفراري كلها بتبقى عامله زي سيمفونيه كده وفي حاجات معينه لازم نديها للسواق، منهم الاحساس بتاع البطن ده لما بتدوس بنزين، ده موجود في العربيه دي. والموتور الفي 12 العربيه الوحيده العاليه على الارض، يعني مش هقول اس يو في لانها مش اس يو في، مش هقول 4 باي 4 لانها مش 4 باي 4، فالعربيه الوحيده العاليه من الارض في العالم كله اللي فيها في 12 هي العربيه دي اللي احنا راكبينها دي، ودي الوحيدة اللي في مصر دلوقتي. تمام جايلنا من توكيل طبعا فراري، شركة عز العرب اللي كانوا السبونسر بتاعي برضو في السباقات اللي احنا ان شاء الله راجعين لها. السلام عليكم، عشان ناس كتيرة سألتني. تمام العربية دي العربية دي هي احلى للعب ومش احلى للسفر، يعني انت تسافر احسن بالأوروس وبالأستون مارتن. بص التاير بريشر هو مظبوط، كل العربية بتعمل كده، اي عربية بص هتلاقيها 2.2 هنا و2.2 هنا بس مديك اصفر، هو على حسب مزاجها في كده. فالاحسن انك انت تسافر بالأوروس وبالأستون مارتن، يعني مثلا استحالة تسافر بالجي كلاس، تبقى غبي لو سافرت بالعربيه المرسيدس الجي كلاس دي، تبقى انت يعني ربنا بقى معاك انت وظهرك، عامله زي الجراند، مش الجراند، عامله زي الرانجلر بالظبط كده. تمام الفراري بقى حرام انك تسافر بيها دي البورو سانجوي، رغم انها عاليه وبتاع ومش عارف ايه، بس هي كانك بالظبط مسافر باف 8 او ب 296، فدي من العربيات اللي هي ايه، هي هتبقى ممتعه جدا بس هتبقى حرام. فدي من العربيات اللي انت بتحطها على وينش لما مثلا بتوصل للواجهه بتاعتك، بتقوم منزلها من على الوينش وتقوم طالع بيها
تسمع المزيكا بتاعت الفي 12، وخلي بالك الفي 12 ده اللي راكب فيها ده كمان لسه ما ركبلوش مثلا نوفيتك، فاهم؟ النوفيتك اللي هو ايه، اللي هو مقبول من فراري، تمام؟ فالعربية انا قعدت شوية، انا قعدت يوم بهلو معايا عشان قبل ما اطلع اتكلم، عشان عايز افهم ايه العربية دي، مش ما كنتش فاهمها. فاكتشفت ان هي عربية 296 او F8، بس فيها اربع بيبان وبس كده، وعالية سنة عن الارض، بس نفس الاحساس نفس كل حاجة. طبعا هتكون بقى ايه اعرض شوية، فاهم؟ عشان خاطر الناس بقى اللي تقعد ورا بقى على الشنطة والكلام ده، بس انا بكلمك كسواق، فاهم؟ كدرايفنج اكسبيرينس، اللي قاعد هنا مش اللي قاعد هنا مثلا، تمام؟ اللي قاعد هنا هو راكب عربية اف 8 عالية سنة ومعاه اتنين معاهم ورا ومعاهم شنطة، هو ده الاختلاف بس. لو انت بتدور انك انت لو في يوم من الايام، طبعا هتتريق انا عارف، بس ما علينا، يعني لو واحد بيدور ان هو في يوم من الايام بدل ما يقرر انه ياخد الاف 8 مثلا معاه بقى اتنين كمان صحابه عايزين يركبوا، فما فيش مكان في الاف 8 فعايزين بقى يركبوا ورا، فاهم؟ عادي ممكن يروح يجيب عربيه كده ماشي، بس ما علينا، لو ربنا مسهلها معايا والدنيا حلوه والحمد لله وكده، فاهم؟ واما بنعمه ربك فحدث وكده، عادي يعني براحتك، عايز تجيب فيراري براحتك هات، وعايز بقى تركب صحابك ورا هيركبوا معاك ورا كانهم راكبين معاك اف 8، بس بدل ما يبقوا راكبين الثلاثه فوق بعضنا هيبقى ليهم مكان ورا. هي دي فكره البروسانج، وبصراحه عملوها مظبوط. يعني هم لما كانوا قالوا ان هي، بص في اورس، لا دي اودي، شفت والله يطلع هو اي كيو 8 اهي، لما قالوا انها اف يو في مش اس يو في، اللي هي فيراري يوتيليتي فيكل، مش معرفش يعني اس يو في، نسيت الصراحه يعني اس يو في، والله نسيت اصورها بقى افتكر. فقال لك احنا مختلفين، احنا مش اس يو في، ففهم، فما كنتش فاهم، ففهمت دلوقتي، فهمت لما سوقت العربيه، فهمت انها فعلا مش اس يو في، لان الاس يو في بتبقى اعلى من كده. وافتكرت اس يو في يعني سبورت يوتيليتي فيكل، فهي مش سبورت يوتيليتي فيكل، احنا مش فيراري، مش سبورت فيراري، فيراري هم عندهم اللي انا عندهم شويه عاليه في فيراري، فاهم؟ هم كده. فهي دي فكره العربيه، جميلة جدا، بتديك فكرة ان هو انت بقى وعيلتك تركبوا العربية الفراري مع بعض زي ما انا قلت. عندك بقى هنا الشاشة بتاعت اللي جنب السواق، بس طبعا مش مفتوحة علشان مفيش حد جنب السواق. سماعاتها جامدة جدا جدا، خلاص. وفراملها، بص فراملها طبعا كاربن سيراميكس، لازم برضو تسخنها شوية، فراملها عالمية طبعا، كلها كاربن فايبر، الانتيريور بتاعها عالمي طبعا، الفينش بتاع فيراري بيبقى من الاخر طبعا، كمان ممكن تحط تايلر ميد اللي هو بيبقى معمولة على ذوقك، هذا زوجي، فاهم؟ وده الفتيس الصغيرة، وفي الريفرس، وفي الام لانش كنترول. على فكرة احنا عملنا لانش كنترول بس ممكن نعمله تاني، وعلى فكرة عادي جدا ممكن اصدمك، يعني هي العربية خلصت، العربية اتباعت كلها، ما اعرفش نزلوا 2500 واحدة واتباعوا كلهم وخلصوا، والعربية دي ليميتد اديشن اللي هي ال 12 سلندر دول. عشان تعرف تجيب عربية البوروسانجو ال 12 سلندر لازم يكون عندك تلات عربيتين او تلاتة مش فاكر من فيراري، فاهم؟ لامبورجيني بقى وكده مفيش بقى الكلام ده خالص في لامبورجيني، مش اللي هو هتروح لحد مثلا تقول له عايز ريفويلتو يقول لك لازم يكون عندك ثلاثة لامبورجيني، مفيش الجو ده. فيراري كده قوي، ما اعرفش ليه هم عندهم الحتة دي، برضو ليها دعوة بقى بيمسكوا السوق شوية من العرض والطلب وكده، أذكياء يعني. ده المختصر المفيد يعني المجمل، فاهم؟ من غير بقى ايه هلك كتير. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. بيبو عايز يسلم عليك. ازيك يا بيبو؟ معانا بيبو كان عايز يسلم، عامل ايه الاخبار؟ وانت اسمك ايه؟ ادم. ازاي؟ عندكم كام سنه؟ انا عندي 7 وهو عنده 8. ماشي، صاحيين بدري قوي كده ليه ولسه ما نمتوش؟ عادي عادي. احنا نصل ل7. جدع، برافو عليك. ماشي، وايه النظام؟ يلا ناخد صوره. استنى اروح اجيب التليفون. ماشي، بس يعني ان شاء الله اول ما اركب عليها شكمان. عليكم السلام. لا قشطه، بصوره اول ما اركب عليها شكمان هبعمل لك باك فاير ان شاء الله. خدت موبايلي يا ابني كده. انت خدت موبايلي فين يا عم؟ الموبايل عشان نصور قدام. ايه يلا صوره. ماشي يلا تعالى، هقعد هنزل لك. استنى
يا لهوي فتحت الشنطة. الباب بيفتح من الزرور ده كده. لا هي شركة فيراري عز العرب بعتها لي عشان اجربها كده يعني. ثانية واحدة ثانية في الشنطة. اوكي ماشي. فكنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان بتاعها عامل ازاي؟ جامده جدا طبعا بقى. العربيه الصراحه مغريه قوي انها تلعب، تخليك تلعب، مغريه جدا يعني، مش زي الاوروس بس زي الدي بي اكس 707. ف يعني ده ايه كان المجمل المفيد من البوروسانجو. عربيه حلوه قوي 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 لما تفهمها وتكون فاهم هي عايزه تديك ايه. عايزه تديك نفس الاحساس العربيه الفراري بس يبقى معاك اتنين تانيين قاعدين ورا بدل ما يبقوا قاعدين فوق حجر اللي جنبك. بصوا هيلبو جم عشان خاطر، وهيلبو برضه السبونسر بتاعي في السباقات، عشان ياخدوا الفراري البورو بورو بورو ايه بورو بورو سانجو. ماشي دي بقى محتاجه يمين شمال. ها بس اوكي شكرا تمام. نجرب بقى ايه، هناخد بقى الدي بي اكس كده. البوروسانجو ايه هتروح على التوكيل. الدي بي اكس بقى نحط الدي في الدي بي اكس. ماشي الدي بي اكس بقى اول ما تركبها سمون، اول ما تركبها تحس انك ركبت عربيه 4x4 تمام، غير البوروسانجو. البوروسانجو اوت وملمومه شويه، العربيه اللي احنا ركبناها دي تقيله. طبعا بقى لسه